ياي انا فرحان انا فرحان انا سبونج بوب الطفل الصغير. انا فرحان انا فرحان انا سبونج بوب الطفل الصغير. شوفوا وين انا موجود، موجود في اجمل مكان بالعالم عند جيش القناديل، وهي هذا ملك القناديل. قبل ما تكملوا هذا المقطع بسرعة بسرعة الكل ينزل تحت بالتعليقات وبصندوق الوصفة ويشترك في هاي القناة، بدنا نوصلها 10,000 مشترك بأسرع سرعة ممكنة، وتابعوا كل هذول المقاطع ويلا كملوا الفيلم. مرحبا مرحبا، بز بز بحكي هذا. واو اوه اهلا اهلا طفل الصغير سبونج بوب الطفل، انا بحبك كتير لانه انا هو جيلي فيش كينج ملك القناديل. ياي والله انا بحبك كتير كتير يا ملك القناديل، طلع عين دخل داخله. اوي اوه هاي الان بتنلسع، بعدين اذا انت بتنلسع بعدين ايش بصير فيك؟ بتبلش تتشنج، بعديها بتبطل تقدر تتحرك لانه القنديل قوي. جد بتحكي؟ طيب ليش في عندك كمية قناديل كبيرة؟ يلا بابا بابا يلا ساعدني يا بابا. لا 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 اي ايه مش حكتلك؟ خلاص اذا هجموا عليك كل هذول القناديل ما حدا بخلصك منهم، هذول القناديل مشاغبين. هي توقفوا والله بسطاتكو، هي لا تستلسحوني ما سويت لكو اشي. خلاص خلاص هي بدك تلعب معهم انا بعرف كيف، اصطاد هذا البلسعك ايوه اهرب وارميه بعيد جدا جدا ببطل يلسعك. اه يلا بطل حدا يلسعني، والله انك اسطال. وين وين هذا؟ والله لكسر راسك. تعالون تعالون بابا شو نسوي؟ والله هذا هذا غبي هذا غبي. بعد بعد يا ملي هاي. لازم اهرب لازم اهرب، الف قنديل وانا في الف قنديل. هاي يا حبيبي سبونج بوب الطفل، خلاص المرة القادمة اللي بتيجي فيها راح اجيب لك جيلي عشان انت بتحب الجيلي. شكرا شكرا شكرا، انا عرفت شو بدي اسوي الان. انا هيا يا ابني تعال لهون، هذا القنديل يا بابا انا اخذته عشان احكي لك شو اسوي فيه. شو بدك تسوي فيه؟ ارميه ارميه، لا تاخده معانا بعدين ايش بصير؟ بعدين بتدمر لنا هذا المكان وتضله يلسع في قاع الهامور، خليه بعيد. عادي، لا انا بعرف شو اسوي. اول اشي بسوي انا زي هيك، بحفر بحفر بابا طلع هاي دهب هون، بحفر 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 بحفر. شوف يا بابا لما احفر انا هاي وبعدين بحفر كمان بعدين بدفنه في هذا. تعال اوه هرب يا غبي هرب هرب. ايوه راح عليك يا ابني، خلاص اتركه اتركه هذا القنديل، انت لازم تشوف اشي يفيدك مثل سباق مثل تتعلم قيادة قارب، اشي يعني يكون جميل. بابا هيو اجيت والله جابك، تعال شوف تعال شوف اي مدام نفنيخة، مدام نفنيخة مرحبا. اوه مدام نفنيخة، مدام نفنيخة بتحكي لي؟ هاي مش مدام نفنيخة يا غبي، هاي اسمها مدام نفيخة. أول شيء هاي مدام نفيخة. نعم نعم شو بدكو؟ ليش انتو جايين لهذا المكان؟ روحوا من هون. هاي يا 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 مدام نفيخة، أنا بدي أصير عندي رخصة قيادة، يلا دخليني السباق. يلا بابا معاك أموال؟ ايه والله ما معي ولا قرش مدام نفيخة، اصلا يمكن لو بدنا ندخل ببلاش بندخل صح ولا لا؟ ايه شو ببلاش يا اغبياء؟ بلاش قال، بدكو تدفعوا لي 20 دولار لانه هذا السباق رح يستهلك بنزين ورح اجيب متسابقين وانا بتعب كتير بدي مصاري. يا بابا شو نسوي؟ لازم ندور على عمل يا بابا، تعال معي عشان نجيب 20 ورقة نقدية يا بابا، لازم احنا نشتغل وندور على عمل. ندور على عمل؟ طيب ماشي، بس اصحك تحكي اللي بدك تعمل عند مستر سلطة، بلاش اكسر راسك إيه؟ تكسير، لانه هو اخر مرة يعني بيعطيني كل شهر نصف ورقة، يعني بدك 2 سنين كاملين. طيب يا بابا انا كنت رايح عند شمشون، شو رأيك فيه؟ ايه لا شمشون شرير، خلينا نتفرج هون وين في. ايه شو هذا؟ عيوني هاي انا شايف مزبوط ولا لا؟
ايه شوف شوف هاي لؤلؤة. لؤلؤة بدي حدا يوصل البيتزا، ساعدوني انا رأسي كبير مش قادرة احرك رأسي، هاي حدا يساعدني. لؤلؤة هيني جيت انا هو سبونج بوب الطفل الصغير، اعطيني اوصل لك اياه وتدفعي لي 20 ورقة. لا مش 20 ورقة، 15 ورقة. بابا احكيلها. اوه هاي لؤلؤة بصراحة يعني ابن الصغير هو ايش صار معاه؟ يعني هو بده يتدرب قيادة وبده يدخل في السباق وبدهم 20 ورقة، ممكن يعني انتك يتزودينا 5 ورقات. لا لا اقولكو 17. طيب ماشي انا موافق 17. لا احسن ولا اشي. ليش يا بابا عادي؟ من وين بدنا نجيب ال3 ورقات الباقيات؟ ايه ما بعرف. يلا وصل. خلاص انا بعرف، بتشحد من مستر عضلات. أوه والله فكرة أسطورية. أولا بابا أحكي لك إيش، نسرق من كل واحد ورقة. يلا وين السيارة؟ فكرتنا نسرق السيارة كمان، ما في سيارة، هاي الصخرة. ياه بالصخرة. يلا يا ابني مش مشكلة مش مشكلة. أول واحد وين بدك توصل أنت؟ بتحب توصل بدك توصل لعريس البحر والحلزون الصغير؟ نعم بابا، دوصل لعند الكلب الصغير هذا. خليني أسوي زي هيك، خليني أنزل من الصخرة هاي. هي يلا هي. أعطوني بعميني. أعطوني ورقة بسرعة. شو ورقة؟ احنا دافعين الحساب. هذا التوصيل، التوصيل. هاتوا ورقة نقدية. فش بيز صديقي شو بحكي هذا؟ خلص اعطيه نزلت ريال تعطيه. خد خد خلص هات البيتزا. شكرا 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 شكرا، مع السلامة بابا. اخذ اول ورقة، الان يعني صار معانا 18 ورقة نقدية. هي ضايل لنا الان 2 فقط، تاخذ واحده من مستر عضلات وواحده من شفيق وبتصير انت معك 20، ندخل السباق. دخلنا السباق وفزنا رح ناخذ مصاري اكثر. بدي البيتزا، اعطوني البيتزا. هات ورقه حق التوصيل. تفضل. ايه هذا غني يا بابا. ايه نعم هذا اسمه شفيق الغني. هاي يلا امشي امشي، انا بدي احكي لك شغلة. ابن الصغير انت لازم تتعود تكون انت متسابق قوي، بديك لما تدخل السباق ايش تفوز عليهم كلياتهم وتصير المتسابق الغني. هاي يا بابا بدي اصير اقوى متسابق. هيدا سخن البيتزا، هاي زيك ضايل مستر عضلات، ما انا ضايل لي ورقة واحدة معي 19 عشان يصير في معانا 20. يلا طيب. اوه هيو قاعد بالداخل، ايش بشتري؟ بشتري لحمة عشان عضلاته. يلا انزل. وين البيتزا تبعتي؟ ايه يلا يلا اني جبتها 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 يا مستر عضلات جبتها، بس اعطيني ورقة ممكن. ايه شو ورقة؟ هات البيتزا. شايف هذه ايدي؟ بضربك على راسك مثل الشاكوش، بخليك مثل رجلي. واو شو هاي الفورمة يا مستر عضلات؟ يا سلام احلى عضلاتك. اوه عضلاتي جميلة، شكرا يا طفل يا صغير. هات ورقة. ايه طيب خود خود ضيعت الوقت. شكرا ياي تفضلوا هاي 17 ورقة. شكرا شكرا شكرا. يلا يا بابا يلا 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 بابا تعال تعال معاي. يلا هاي ابني اذا انت بتفوز بالسباق رح يرجعوا لك 20 ورقة ورح تشتري فيهم بسكويت وكل شيء. يلا فوز. لا اذا فزت بدي اشتري سيارة برجر. ماشي ايه سيارة برجر. يلا يا مدام نفاخة دخلينا ادخل الى السباق، رح تشوف انت اقوى واحد فاز المرة الماضية. هو تعرف مين؟ سبونج باب الورق. سبونج باب بالورقة واقوى واحد. طلع من في ماري عريس البحر والحلزون الصغير سبونج باب بالورقة. طلع هاي السيارة، انا رح افوز في هذا التحدي ورح اخذ السيارة. هي يا حبيبي احنا رح ناخذ المركز العاشر بحضور كل هذول. هي انت يا طفل يا صغير انت بدك تسابق سيارة الورقة. نعم رح افرجيك رح امزعك. ولك شوف
شوف سيارتك كيف لونها ابيض واسود وعليها مروحه وعليها كل شيء خفيف جدا. شوف. طيب راح نشوف كيف. يا بابا ايه لا تبدا تسوي مثل هيك، كون سريع. شو هذا بطيء انت؟ يلا ايه هيا. لكن سبقنا بابا. انا بسبقك. شوف شوف عيني، انا راح احتل المركز. اي ضربتني الدوده. يلا تستاهل تستاهل يا رب، ضلت تضربك الى الابد. يلا سباق سباق سيارات، سباق المركبات للقوارب السريعة جدا 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 جدا. مين اللي راح يفوز؟ سبونج بوب الورقي هو الاول. لا عيني قدامه. يلا الاول هو، خلينا نشوف الهولندي الطائر. بديك تسبقه، بديك تفوز. ضايل ايه ولك مشيك يا بابا؟ فكرت اني بقدر اخدعهم. خلاص شكلك انت بدك تعطينا المركز العاشر، راح تضيع علينا كل شغل عادي. يا الله ما راح يضيع شغلك يا حبيبي يا بابا، طالما انا موجود معاك يا بابا. ماشي بابا. يلا راح نفوز عليك. انا هو الورق، انا هو مري، راح افوز عليك في احلامك. يلا اللفة الثالثة والاخيرة، يلا كلهم وراي. شوف. اوه متأكد؟ حاس في واحد قدامك. انا حاس في واحد ناقص. لا وين سبونج بوب بالورقة؟ وينه؟ ايه ليكون هو الامامك في المركز الاول. دير بالك يسبقك، اذا بسبقك احنا راح تضيع علينا العشرين ورقة اللي اشتغلنا عليها، وانا املي فيك راح يخيب. لا بابا ما راح يخيب، راح يضل بالعلال ان شاء الله. يلا هيا مركز. ايه المركز الاول. ياي يا مدام نفخة. يلا وين سيارتي وين سيارتي وين سيارتي؟ يلا هاي سيارتك موجودة هون. شوف اختار السيارة بدك يا هاي العشرين ورقة تبعونك. تفضل يا العشرين ورقة. هاي السيارة البرجر الاسطورية يا بابا. واو ربحتنا سيارة البرجر ورجعت لنا مصارينا، وهي كمان بتقدر انت اليوم تكون واحد من افضل المتسابقين في العالم. شكرا يا سلام لام. Hee hee hee.